عندما أوجه الكاميرا نحو كوسكو فإنه يغني. ياه يا دورا، الكاميرا بها خدعة رائع. ما الذي يحاول أن يقوله؟ دعنا نرى. ساعداني، أتمنى أن تعثر على إخوتي، كن دائما معا ولم أعد أراهم. هيا ساعداني لأجداهم. إخوة كوسكو مفقودون، علينا أن نجدهم. أخبرنا عن إخوتك يا كوسكو. بهذا الصندوق أعطيهم الطعام واللعب، سوف نساعدك لتعثر عليهم. هل ستساعدوننا في البحث عن الجراء الآن؟ رائع. هيا 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 لنساعده، هيا هيا بنا let's go لنساعده، هيا هيا معنا الآن لكي نساعده. إذا كان فهو جار كبير حقاً. هل هذا جار؟ لا، إنها كيت. أهلاً يا كيت. اركضوا! كيت، لما تركضين؟ قطط! ما الذي قالته؟ قطط! وهي تتبع الجار وكيت. يا كيت، علينا أن نبعد هذه القطط الآن. حسناً، إنها تكره الماء. نعم، سيء أن السماء لا تمطر. فكرة رائعة يا بابلو. حقاً؟ يمكننا أن نستخدم سوار الخدع. نريد شيئاً يجعل السماء تمطر. أي رمز هو المطلوب؟ نعم، سحابة المطر. لكي نظهر سحابة المطر علينا أن نقول Rain cloud. أيمكنكم أن تقولوا Rain cloud. That's excellent. قولوها معنا Rain cloud. أعلى Rain cloud. قد نجحت. كوم كلاود، عمل رائع حقا. فانتاستيك. الجرو الأخير ذهب إلى الهرم. هل ترون أي هرم؟ نعم، ها هو. وهذا صوت جرو. نحن قادمون يا جرو. هل يمكنك إخراجه يا نايا؟ شور دورا. إن الجرو عالق داخل الهرم، علينا أن نخبره بما يفعل. اتبع الشمس صفراء اللون. هل توجد على اليسار أم على اليمين؟ نعم، اليمين. قولوا اليمين يا بابي. هيا 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 أيها الصغير، هيا 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 أيها الصغير، هيا 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 أيها الصغير، هيا بسرعة هيا بسرعة هيا بسرعة. إنه يتقدم وأمامه الكثير، فلنخبره عن الطريق. اتبع القمر أبيض اللون. هل القمر على اليسار أم اليمين؟ اليسار. نعم، قولوا اليسار يا بابي. هيا 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 أيها الصغير، هيا بسرعة هيا بسرعة هيا بسرعة. علينا تجنب كل الأفخاخ، لذا هيا نسمع الخريطة. اتبع النجمة زرقاء اللون. هل النجمة على اليسار أم اليمين؟ نعم، اليمين. قولوا اليمين يا بابي. هيا هيا أيها الصغير، هيا بسرعة هيا بسرعة هيا بسرعة. لوك، نجح الجرو في الخروج من الهرم. عمل رائع. أحضرنا الجرو الأخير. ياه، هذا رائع. رائع. إنها جراء سعيدة. يا دورا، كل الكلاب ترتدي ملابس.
نعم، لابد أننا في. مرحبا بكم في أرض الكلاب. يمكنك التحدث؟ الكلاب تتحدث في أرض الكلاب. رائع ها؟ رائع. أهلا في أرض الكلاب، 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 أرض الكلاب. الكلاب بكل مكان، كلاب تقود أو تصنع الطعام، كل الأحجام كل الأزياء، وهناك أيضا من يصنع الفوضى. ولتعرف أين أنتم الآن ببساطة، إنها أرض الكلاب. أهلا في أرض الكلاب، أهلا في أرض الكلاب، أهلا في أرض الكلاب. لا نلبس أي أطواق، ولدينا هواتف أيضا، ولدينا أميرة بأرض الكلاب، لكنها تحتاج المساعدة الآن. لقد حبستها القطط الشريرة. إننا حقا نفتقد أميرتنا. هل فهمتما ما نقصده الآن؟ هل ستنقذان أرض الكلاب؟ أهلا في أرض الكلاب، أهلا في أرض الكلاب، أهلا في أرض الكلاب، في أرض الكلاب. صديقتي هنا لكي نساعد الأميرة. البشر سيساعدون في إنقاذ الأميرة من القطط الغريبة. يا كيت، هل رأيت أي من القطط هنا؟ لا، فقط أرى الكلاب. ربما لهذا السبب القطط غريبة. لا، إنها غريبة لأنها قطط. كل القطط غريبة. روها، هذا غير صحيح. أعرف أن القطط لطيفة ومحبوبة. They are friendly. إذا تحدثنا إليها ستطلق سراح الأميرة. maybe، ربما ذلك، ولكن عليكما أن تكونا حريصتين. القطط غريبة الأطوار، قد أعدت الكثير من الأفخاخ. سوف نحذر. حظا طيبا لكما. رحلة موفقة. Little kittens. أنا دورا وأنا صديقة للكلاب والقطط، وكلاهما لطيف. They're all friendly. لذا نحن لا نفهم لماذا أردتم أن تحبسوا الأميرة. أيمكنكم أن تطلقوا سراحها؟ لا، أنتم البشر أصدقاء مع الكلاب، لذا لن تكونوا أصدقاء مع القطط. لكن هذا غير صحيح. دعونا نتحدث عن ذلك. لن نتحدث. أطلقوا كرة الخيط. كرة الخيط؟ ما المشاكل التي ستجلبها كرة الخيط؟ ما هذا؟ إنها كرة خيط ضخمة. الكثير من المشاكل، الكثير من المشاكل. واو، التفوا هنا. فكرة رائعة، الكرة لا يمكنها الالتفات. هذه يمكنها. هذا مذهل، متعرج. فكرة رائعة، خط متعرج، خط متعرج. كرة الخيط لا يمكنها التعرج. Incredible! اقفزوا! سرعة النجاح! لكي نكون بأمان! مجاديف! لا مجاديف! دورا! لا مجاديف! والكرة ما زالت وراءنا! ماذا سنفعل الآن؟ فريند! لدينا حبل جراء! Good idea! لدي فكرة، لنتصل بواحد من أصدقائنا الجراء بهاتف تطبيق اختيار الجراء. هيا نختار جارو، الحفار، ريكو، لالا أم كوسكو. أي جارو منها ماهر في السباحة؟ كوسكو. نعم، هيا ساعدونا. قولوا كم كوسكو، كم كوسكو. نعم، ها هو كوسكو مع بابلو. ياه، إنها كرة خيط كبيرة. يا كوسكو، هل يمكنك مساعدتهما؟ أحب الماء جداً. حاضر. علينا أن نساعد الكلاب في السباحة. مدوا أيديكم هكذا و اسبحوا اسبحوا اسبحوا. إنها تنجح، هيا استمروا. اسبحوا اسبحوا اسبحوا. ياه، لقد خرجنا في الوقت المناسب. وانظروا، كرة الخيط تبتعد الآن. ياه، رائع. Thank you puppies. بأي وقت يا رفاق. نعم.
إما، نحن في طريقنا لإنقاذ الأميرة وعلينا أن نجعل القطط تعود للنوم. نعرف الأغنية التي تحبها القطط، صحيح يا لالا؟ نعم يا إما، وعليكم تقليد القطط. سنحتاج إلى مساعدتكم لنجعل القطط تنام لكي نتجاوزها. هل يمكنكم تقليد القطة؟ رائع. قولوا بير. عمل رائع. القطط تستيقظ بسرعة. علينا أن نغني. الآن غنوا بير معنا. غنوا بير بير. غنوا بير بير. غنوا مثل القطط. غنوا مثل القطط لكي نجعل القطط تنام. غنوا مثل القطط. غنوا مثل القطط لكي نتجاوزها. غنوا بير بير. هذه القطط ترفع رايتها على سارية رايتنا. إن هذا عمل سيء. لم أرى. اهدئي يا فتاة، إنها متحمسة جدا. Help me please. Help me. نحن قادمون يا أميرتي. انظروا، عدنا إلى البر. والقطط غريبة الأطوار عادت للنوم. وها هي الأميرة الجر. My princess، جئنا لإنقاذك. نجحتم في العودة، إنكم حقا أبطال. شكرا. ولكن أين المفتاح؟ وضعه القط في حلقة مفاتيحه. لديه مفاتيح كثيرة. لالا، هل يمكنك إحضارها دون إيقاظ القطط؟ بالطبع. أسرعوا الآن يا أصدقاء، علينا أن نرفع علم الجراء في الحال لكي نخبر كل الكلاب في المملكة أنه يمكنها العودة. في الحال يا سيدتي الأميرة. مياو مياو مياو. إنها القطط الغريبة، كيف يمكنها العودة بسرعة؟ أليس الآن هو وقت القيلولة؟ ياه، فكرة رائعة. ألا تمانع حقا؟ شكرا، ولكننا نشعر بأننا مرتاحون، وأنا أحضرت أصدقائي. أصدقاء؟ لقد أحضروا سلاح فرسان القطط بأكمله. علي أن أصل إلى هناك. فكرة رائعة. كوني حذرة. فرنز فرنز فرنز. أما لقد فهمت. شكرا. جيد. رائع. علينا أن نحل تلك المشكلة. أخبروني، ما المشكلة بالضبط؟ تقوم القطط بخدش كل الأثاث بالقصر. ولكن نحن قطط، والقطط عليها أن تخدش شيئاً. حسناً، إذن ماذا إذا قلنا إنه من الآن ستصبح سارية العلم المكان الملكي لخدش القطط؟ يعجبني ذلك. إذن من هذا اليوم أعدك أن القطط سوف تتوقف تماماً عن خدش الأثاث الملكي. رائع. يا قطط، ما الذي يمكن للكلاب فعله لك؟ يمكنها التوقف عن نباحها؟ هذا النباح يوقظنا ويصعب علينا النوم. تعرفون أن القطط تحب القيلولة؟ نعم، وعندما لا نغفو نصبح غريبي الأطوار. ياه، لقد فهمنا الآن. صحيح أن الكلاب تحب النباح كثيراً، عرفت كم يجعل ذلك نومكم صعباً. سنفعل ما في وسعنا لننبح عندما تكون القطط مستيقظة، لكي نحظى بالكثير من وقت القيلولة. هي هي. اتفاق رائع يا أصدقاء. فريندز فريندز.